انني اضطررت الى السريه او الى الاختفاء على اثر متابعتي امنيا وقضائيا منذ 5 جويلية 2008 بعد على خلفيتي تغطيتي الحصريه لانتفاضه الحوض المنجمي التي انطلقت في 5 جانفي 2008، وكنت قدمت تغطيه حصريه لقناه الحوار المستقله، كما قدمت تغطية حينية ومتواصلة لموقع البديل الإلكتروني. هذه التغطية أولا حصلت في ظل حصار وتعتيم إعلامي كامل على المنطقة، وفي ظل حصار أمني منع حتى بعض المواطنين سكان الأصليين المنطقة من دخولها. ثانيا السلطة لم ترغب، خاصة وأنه لم يحصل منذ 10 سنين انتفاضة كبيرة، انتفاضة من أجل الشغل والخبز والكرامة مثل ما حدثت في جانفي 1984، خاصة في الوقت الذي أطلقت فيه السلطة أبواقها للدعاية لنهضة اقتصادية واجتماعية شاملة. لم أكن فأنا كنت متوقع لمثل هذه العقوبة، خاصة وأنه يؤكد قاعدة أنه في ظل الاحتجاجات والتمردات والانتفاضات فإن الصحفيين هم أول من يدفع فاتورة عملهم. إن حياة سرية وخاصة في نظام بوليسي مثل تونس ليست سهلة، فأنت لست مطالبا بزيارة عائلتك ولا بمقابلة زوجتك ولا بالخروج، وفي حالتي وأنا أشكو من مرض الربو المزمن فإني لا يمكن أن أذهب حتى إلى المستشفى ويمكن أن أتعرض إلى الموت في كل لحظة. إن حياة السرية وخاصة لمثل الصحافي الذي ينتعش في إطار عمله وينتعش في إطار الحرية، فإن حياة السرية تبدو مضاعفة القسوة. إنه من الناحية القانونية فإنني مطالب بأن أقوم باعتراض على الحكم الصادر في حقي، وهو حكم ب6 سنوات، وهو أول وأكبر حكم يحصل في بلادنا في حق صحافي أثناء أدائه لواجبه. من الناحية السياسية فإنه في ظل حصار حق التعبير وحق الصحافة وضرب جمعية الصحفيين والاعتداء على المشطة الحقوقيين والسياسيين، فإنني لا أنتظر أوضاعا انفراجية في حقي وفي غيري من النشطاء. وإن حرب اعتراضي أو خروجي إلى العلنية هي حرب يجب أن أخوضها ونتحمل مسؤوليتها مثلما تحملت مسؤولية القيام بعملي الصحفي المستقل في أوضاع التطويق والحصار والقمع. لقد تبعت قضائيا وأمنيا في إطار حملة قمعية استهدفت استئصال الحركة الاجتماعية بالحوض المنجمي،
والتي ضربت من ناحية المتحركين والمحتجين، وضربت المدافعين عنهم من صحفيين وسياسيين وحقوقيين. وإنني مبتهج لأن هذه القضية قد وجدت صدى وحملة تضامنية سياسية ونقابية وإعلامية وحقوقية في أجزاء العالم كله، في البلدان الأوروبية وفي المغرب العربي أساسا. وإنني أشكر بالأساس منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس التي وقفت معي منذ الأيام الأولى الاعتقال، خاصة وأن تقريرها الصادر في 12 فيفري 2009 وقد تتالت بعده المساندات من جميع القوى الإعلامية والصحفية والسياسية والحقوقية. وإن مزيد الضغط على النظام من أجل أن يفتح قضبانه الحديدي على الإعلام سيعينني في إطار هذا الملف على أن أحلق بعيدا وعلى أخرج من دائرة المتابعة والحصار.